صباح الهنا وصباح السعادة وصباح النصر وصباح الخير على حضراتكم جميعا، جمهورنا الجميل في كل مكان بقى في العالم من 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم، وإن شاء الله كلكم تستمتعوا معانا بحلقتنا النهاردة، حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. 25/10/2020، أنا حاسة إن الشهر ده ما بيخلصش، بس يعني إيه خير إن شاء الله. شاهدنا فيه بعض الماتشات والبطولات كده اللي إن شاء الله هتتوج بإذن الله للأهلي، وتوجت واحدة منهم للأهلي وإن شاء الله أفريقيا كمان. يعني كان ماتش ولا اكتر من روعه بصراحه، شفنا في مباراه وشفنا كمان اجمل من كده اداء، مش يعني ما اعتقدش ان حد كان عنده اي تحفظ او اي يعني اعتراض على اداء اللعيبه. كان في لعب جماعيه، كان في مهاره، كان في جمل هجوميه رائعه جدا، تحركات كمان بنتكلم خط وسط، دفاع كانت متقنه جدا. فاز الاهلي على الوداد المغربي 3-1، ده كان في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا زي ما كلنا بقى تابعنا، ليتاهل هنا الاهلي لنهائي البطوله عن جداره بصراحه واستحقاق. احرز الاهداف طبعا زي ما عرفنا مروان محسن وحسين الشحات، كان ماتش كان جول جميل جدا كمان من حسين الشحات وياسر ابراهيم. كان ممكن يكون في اهداف، خلينا نقول اكتر من كده. المباراه كمان شهدت ضغط هجومي كبير جدا زي ما احنا كنا متوقعين من لاعبي الاهلي، ولكن كانوا ممكن هنا نقول ان هم المكسب اللي عملوه في المغرب 2-0 ده ما اثرش بشكل يعني حتى طفيف. احنا كنا بنتكلم دايما ان السياسه بتاعت بيتسو موسيماني المدير الفني ان احنا لسه الماتش او لسه الشوط الثاني ما تلعبش، مش عايزين اي نتيجه تنسينا ان في ماتش العوده، ان احنا لسه عايزين نحرز اهداف، لسه عايزين يبقى في يعني لعب هجومي، لسه عايزين يبقى في تركيز اكتر. فاعتقد احنا حققنا ده فعلا وشفناه بالفعل. بعد بقى الفوز ده حقق هنا الاهلي نقدر نقول رقم قياسي في البطوله برفع عدد اهدافه في النسخه الجاريه من البطوله الى 34 هدف، ليصبح هنا اكتر فريق تسجيلا لبقى الاهداف في نسخه واحده في تاريخ البطوله اللي انطلقت في ستينيات القرن الماضي. حاجه محترمه وجميله بصراحه، كلنا استمتعنا مش بس مجرد مباراة، كان حلو الماتش بجد، كان حلو.